السلام الله عليكم مشاهدينا اهلا بكم الى النشرة الرئيسية من الاولى تتابعونا فيها. صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله قائد الدولة الوحيدة من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد والذي مثله فيه رئيس الحكومة حضور المغرب في هذا الحفل يعكس عمق اواصر الاخوة والتضامن والشراكة الاستثنائية متعددة الابعاد بين البلدين. في اطار العملية الانسانية الكبرى التي امر بها جلالة الملك في غزة والقدس خلال شهر رمضان المبارك حفل افطار لفائدة مئات الاشخاص من الاطفال المستفيدين من المخيمات التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالمغرب برفقة عائلاتهم مناسبة لتجديد الوصل بين المملكة المغربية والمقدسية لأول مرة في القارة الإفريقية المغرب يستضيف أضخم وأهم احتفال بموسيقى جاز في العالم بعد اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمدينة طنجة لتكون المستضيف العالمي لليوم العالمي لموسيقى جاز ابتداء من 27 أبريل بملعب نادي الملكي للتنس بمراكش اللاعبان السويسري ستانيسلاس فافرينكا والإسباني كارباليس بينا روبرتو يتأهلان إلى دور ثمن الدورة الثامنة وثلاثين لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب. أهلا بكم من جديد مستهل النشر من السنغال بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش يمثل جلالة الملك في حفل أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية السنغال السيد باسيرو ديوماي فاي ويعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائد الدولة الوحيدة من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحضور هذا الحفل وهو ما يعكس عمق أواصر الأخوة والتضامن والتقدير التي تربط بين المغرب والسنغال. ندير المدن. جلاله الملك محمد السادس نصره الله قائد الدوله الوحيد من خارج المنطقه الذي تمت دعوته لحضور حفل اداء اليمين الدستوريه وتنصيب الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديو مايفاي وقد مثل صاحب الجلاله في هذه المراسيم رئيس الحكومه عزيز اخنوش. وهو ما يعكس العلاقات التاريخيه والمتجذره بين المملكه المغربيه وجمهوريه السنغال وكذلك عمق اواصر الاخوه والتضامن والتقدير التي تربط البلدين دعوه تدل على عمق الشراكه الاستثنائيه والمتعدده الابعاد القائمه بين المغرب والسنغال في المجالات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والروحيه جينا باش نمثلو صاحب جلالة الله ينصوف هذا التنصيب ديال الرئيس السنغالي اللي تم يعني الدعوه ديال المغرب وكنشوفوا بانه يعني مكانة مشرفه للمغرب من الدول القليله اللي اللي لهذا اللقاء اليوم وكانت مناسبة أنه نبلغ سيد الرئيس رسالة ملكية من عند صاحب جلالة وكذلك نبلغ بأنه المغرب يعني بلد في علاقته مع السنغال تاريخي وعلاقته علاقة قوية وكبيرة وهذا تشريف منا أنه نحضره ونمثل سيدنا خامس رئيس لجمهوريه السنغال استقبل الوفد المغربي الذي يقوده رئيس الحكومه استقبال حضره وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج خلاله نقل الوفد المغربي تهاني صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الى الرئيس السنغالي الجديد بمناسبه تنصيبه وكذا متمنيات جلالته بالازدهار والتقدم للشعب السنغالي علاقه متفرده تجمع المغرب والسنغال فهذا الاخير يعتبر الشريك الاقتصادي الاول للمملكه بلد افريقي يحتل مكانه خاصه لدى جلاله الملك حفظه الله الذي خصص ثماني زيارات لهذا البلد الافريقي منذ اعتلاء جلالته عرش اسلافه المنعمين علاقات نموذجيه تعطي زخما قويا للروابط الراسخه ومتعدده الابعاد بين البلدين الشقيقين ولمناقشة ملف العلاقة المغربية السنغالية يسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين من مراكش السيد عبد الواحد أولاد مولود باحث في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الإفريقي أهلا بك سيدي أهلا وسهلا مساء الخير تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام شكرا جزيلا على الاستضافه مرحبا وفي بلاتو الرئيسيه يسعدنا ان نستضيف السيد عبد الفتاح بلعمشي رئيس المركز المغربي للدبلوماسيه الموازيه وحوار الحضارات اهلا بك دكتور بلعمشي مساء الخير شكرا مرحبا ونستهل النقاش مع ضيفنا من مراكش السيد عبد الواحد ولاد مولود واتساءل معكم سيدي عن الدلالات الرمزيه والدبلوماسيه والانسانيه للدعوه التي خص بها الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي صاحب الجلاله الملك محمد السادس باعتباره قائد الدوله الوحيد من خارج المنطقه الذي تمت دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد. طبيعة الحال يعني هي دلالات كبيرة جدا نظرا لأن المغرب والسنغال تربطهما علاقات وطيدة ذات أبعاد مختلفة فالبعد أولها البعد الجغرافي ثم التاريخي وكذلك المشروعية الدينية وكذلك يعني البعد الاقتصادي حينما نتحدث عن البعد الجغرافي فاكيد ان خط الرباط داكار يعني ان المغرب والسنغال هو تربطهما يعني او يربطهما مجال جغرافي واحد وهي القاره الافريقيه ثانيا على مستوى البعد التاريخي ان المغرب والسنغال تربطهما يعني علاقه ضاربه في عمق التاريخ وبالتالي فهذا يعني ليس بالجديد وبالتالي ان استمراريه هذه العلاقه هي التي تحكم العلاقات الدبلوماسيه بين بين المغرب والسنغال. من جهه اخرى ان هناك بعد ديني ان هناك مشروعيه دينيه لاماره المؤمنين ضاربه في غرب افريقيا خاصه السنغال ولاحظنا ان هناك تبادل الزيارات على المستوى الديني بين الدولتين المغرب والسنغال. فيما يخص البعد الاقتصادي ان المغرب او والسنغال يعني ربطهما نوع من الاعتماد المتبادل وبالتالي فهذه الدعوه الاستثنائيه التي وجهها الرئيس يعني جديد للمغرب المغرب لحضور تنصيبه يعني ليست يعني بالمفاجاه بالنسبه لي وانما يعني يمكن القول انه هناك تغيير النخب على مستوى السنغالي ولكن استمراريه العلاقه الوطيده التي تربط بين المغرب والسنغال وبالتالي لاحظنا اكثر من مره ان هناك يعني دعم متبادل بين المغرب والسنغال من حيث عدد زيارات على المستوى الدبلوماسي فصاحب الجلاله كانت للا يعني السنغال يعني احتلت المرتبه الاولى بتقريبا ثمان زيارات على المستوى الافريقي لهذا البلد، وبالتالي اول بلد يعني يحظى بعدد الزيارات. كذلك لا ننسى ان على المستوى البعد الدبلوماسي ان صاحب الجلاله سنه 2016 وجه خطابا بمناسبه الذكرى 41 المسيره الخضراء، وهذا دليل على على علاقة الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين وبالتالي فالعلاقة الآن أو هي خارطة طريق لاستمرارية العلاقة والمزيد من توضيح العلاقة بين المغرب والسنغال طيب دكتور بلعمشي دعوه جلاله الملك لحضور حفل التنصيب وتاكيد على متانه وقوه العلاقات بين الرباط ودكار والبلدان يجمعهما المشترك الديني الروحي والثقافي واللغوي وايضا توحدهما نظره نحو المستقبل برايك دكتور اين تتجلى قوه وافاق الشراكه الاستراتيجيه القويه بين البلدين والتي ارسم عالمها جلاله الملك محمد السادس حفظه الله بداية هذه الدعوة التي وجهها الرئيس الجديد لجلالة الملك من أجل حضور مراسيم تنصيبه هي تعبير أولا على نجاح الدبلوماسية المغربية في تفاعلها مع الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة ولطالما كانت السنغال من الدول الداعمة للقضايا المشتركة سواء داخل الفضاء المؤسساتي الإفريقي أو فيما يتعلق بقضايا المغرب الجوهرية وعلى رأسها القضية الوطنية بحيث أن السنغال لها موقف مشرف فيما يتعلق بقضايا المغرب الأساسية أيضا هناك احترام خاص لجلالة الملك من كل فورقاء السياسيين سواء الرئيس السابق أو الرئيس الحالي وفي هذه الدعوة تعبير من قبل الرئيس الجديد على أن المملكة المغربية تبقى الدولة الأساسية فيما يتعلق بعلاقة السنغال مع الدول الوازنة داخل القارة الإفريقية وعبرت في مناسبة سابقة الرئاسة السنغالية على أن الدول الأساسية للسنغال فيما يتعلق بمستقبل السياسة الخارجية هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي العربية السعودية وهي المملكة المغربية أيضا لا ننسى تلك الروابط وذلك العمق المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بالابعاد الروحيه التي صمدت امام كل التحولات السياسيه في ان تجعل من المغرب قبله للتدين السنغالي فيما يتعلق بالطرق الصوفيه فيما يتعلق بفترات تاريخيه حينما كان المغاربه ينشرون الدين الاسلامي داخل القاره وايضا يمكن الحديث على ان الرئيس الجديد بهذه الرمزيه هو يعبر على وفاء السنغال لهذه العلاقات الطيبه والمثاليه التي تشكل استمراريه ليس فقط لرئيس جديد او رئيس قديم وانما هي استمراريه لاولويات السياسه الخارجيه السنغاليه وبالتالي فنحن امام يعني استشراف علاقات اكثر مثانه بين البلدين الشقيقين والصديقين وامام يعني تعبير من قبل الرئاسه الجديده على انها ماضيه في جعل المملكه المغربيه وجهه اساسيه وشريك دبلوماسي وسياسي وتعزيز يعني توحيد وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا بقضايا القارة أولا وبتعزيز الموقع التفاوضي لإفريقيا تجاه القوى الدولية الأخرى أيضا يمكن اعتبار هذه الرمزية تكريم أو إعادة يعني التعبير على أن المملكة المغربية تشجع الديمقراطيه داخل السنغال وتشجع هذه التجربه الرائده داخل القاره الافريقيه وايضا هي تدعم منذ زمن فيما يتعلق بقضايا مختلفه ولكنها جوهريه كالتبادل الطلابي كالتبادل الاقتصادي والتجاري كاشراك السنغال في المشاريع الكبرى البناءه والاستراتيجيه التي يحددها جلاله الملك لمستقبل هذه القاره ولعل انبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو اوروبا جزء من هذه الاستراتيجيه ايضا السنغال هي دوله من الدول المطله على الاطلسي وهي شريك اساسي في تصور جلاله الملك لمؤسسة هذه الدول فيما يخص يعني فتح هوامش جديده امام اقتصادية هذه الدول بمعنى اننا امام علاقه اخوه وصداقه امام روابط معنويه وروحيه وامام ايضا شراكه اقتصاديه يمكن ان تؤهل البلدين بمنطق رابح رابح. دكتور بلعمشي وضيفي من مراكش تفضل بالبقاء معنا سنواصل الحوار بعد قليل العلاقات المغربية السنغالية عنوان لعمق الشراكة الاستثنائية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والروحية أيضا روابط تاريخية ممتدة عبر الزمن تكرس ريادة القرية للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تقرير فرح سعف وابراهيم الهري شراكة استثنائية وعلاقات متينة تجمع المغرب والسنغال البلدان الإفريقيان الشقيقان وواحة الاستقرار في شمال وغرب إفريقيا علاقات تترجم متانتها الدعوه التي وجهها الرئيس السنغالي المنتخب الى جلاله الملك محمد السادس لحضور حفل تنصيبه رئيسا خامسا لهذا البلد الافريقي دعوه جلاله الملك لحضور هذا الحفل وهو قائد الدوله الوحيده من خارج المنطقه انما تعكس المكانه والتقدير الكبيرين اللذين يحظى بهما جلاله الملك والمملكه المغربيه لدى السنغال تعلمون أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات أخوية البلدان حليفان استراتيجيا على أكثر من صعيد المغرب والسنغال يواصلان وضع آليات لجعل القارة الإفريقية ذات سيادة في شتى المجالات السنغالي مغربي والمغربي سنغالي ورسالة التهنئة التي بعتها جلالة الملك إلى الرئيس السنغالي تحمل هذا الدفء في العلاقات الأخوية بين البلدين تجمعنا علاقات روحيه اخويه وايضا علاقات ثقافيه واشياء كثيره المغرب يتموقع كشريك متميز مفضل للسنغال وايضا على المستوى الافريقي هذه الدعوة ليست وليدة الصدفة، فلطالما احتلت السنغال مكانة متميزة لدى المملكة المغربية، ولا أدل على ذلك الزيارات الثماني التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد الإفريقي الشقيق منذ توليه عرش أسلافه الميامين، وهو ما يترجم الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للعلاقات مع جمهورية السنغال. كما ان اختيار جلاله الملك العاصمه السنغاليه ذكر ليوجه منها خطابا الى الامه بمناسبه الذكرى الاحدى والاربعين للمسيره الخضراء انما هي بادره قويه تحمل رمزيه ورساله تعكس الوحده بين الشعبين المغربي والسنغالي وعمق العلاقه الثنائيه التاريخيه بين البلدين واذا كان من نافله القول ان العلاقات المغربيه السنغاليه قويه وممتده عبر التاريخ فان افقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والروحي لا سقف له ترعاه وحده المصير المشترك والرؤيه الملكيه الراميه الى تعزيز روابط المغرب مع عمقه الافريقي في اطار تعاون جنوب جنوب يهدف الى تسريع التكامل الافريقي وتنميه القاره صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائد الدولة الوحيد من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس السنغالي المنتخب من دكار تتوالى الأصداء بخصوص هذه الدعوة التي تشهد على قوة التعاون ومتانة أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين السنغال والمغرب والمتسمة بالاستدامة كما أكد لنا ذلك الدكتور مسام باغواي الأستاذ الجامعي والخبير في العلاقات المغربية السنغالية في اتصال معه قبل قليل وحديثه عن دلالات هذه الدعوة لنتابع L'invitation de Sa Majesté دعوة جلالة الملك محمد السادس لحفل تنصيب الرئيس الخامس للسنغال باسيرو ديو ماي فاي تعكس جودة العلاقات المغربية السنغالية وتترجم استمراريتها أيضا فهي علاقات تاريخية متجذرة على المستوى الروحي والثقافي ونحن نشتغل على توطيد هذا الجانب أي عمق العلاقات بين الشعبين صاحب الجلالة هو قائد الدولة الوحيدة من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحضور هذا الحفل. الأمر الذي يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها المغرب في السنغال وأيضا الرهان على تقوية هذه العلاقات في المستقبل، علاقات ذات حمولة ورمزية كبيرة. هذا الحدث يرسل إشارات قوية لباقي شركائنا الدوليين. رسالة مفادها أن السنغال تريد توثيق علاقاتها مع جيرانها الأفارقة قبل

وفي ذات السياق أكد الجامعيه السنغاليه عن عمق الروابط الثقافيه والاقتصاديه والسياسيه القويه والروحيه المستدامه بين الرباط والذكار والتي تجعل من البلدين يتوجهان معا الى المستقبل وفقا للرؤيه الملكيه الاستراتيجيه واعتبارا للمكانه الهامه التي يحظى بها جلاله الملك على مستوى القاره الافريقيه لنتابع. lorsqu'on analyse من الواضح انه عندما نقوم بتحليل عمق هذه الدعوه عندما نسلط الضوء على اهميه المغرب كقوه ديمقراطيه وسياسيه واقتصاديه وثقافيه ايضا من الواضح ان الامر هو رساله موجهه لجميع الدول الافريقيه فقد اظهر السنغال للعالم صلابه رؤيته ونضج شعبه وتشبته بالديمقراطيه <applause> وحضور المغرب في هذه المناسبة يظهر ايضا قبول العالم والدول الكبرى لما يمثل السنغال كدولة ديمقراطية متجذرة بشكل نهائي تتجه نحو التغيير، تتجه نحو ثورة متأصلة تنهل من قيم البلاد الثقافية. المغرب والسنغال مرتبطان بشكل قوي ولا شيء يمكن ان يؤثر على عمق هذه الروابط لان الوفد الذي ارسله جلالة الملك هو وفد من مستوى عالي وهذه الدعوه التي وجهت له هي دعوه ذات مغزى بالغ الاهميه يعكس ما يمثله المغرب بالنسبه للسنغال الدعوة الموجهة لجلالة الملك محمد السادس باعتباره قائد الدولة الوحيدة من خارج المنطقة الذي تمت دعوته لحضور هذا الحفل تعكس مرة أخرى الطبيعة الاستثنائية للعلاقات التي تربط بين المغرب والسنغال التأكيد للدكتور بكاري سامب مدير معهد تمبوكتو لدراسات السلام في اتصال هاتفي مع الأولى لنتابع طبعا ان الدعوه الموجهه الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس رئيس الدوله الوحيد خارج المنطقه هي دليل ان كان هناك حاجه اليها على طبيعه الاستثنائيه للعلاقات بين السنغال والمغرب. فهذه العلاقات هي جزء من اشكال الاستدامه التي تتحدى الزمن والساسه والسياسيين. وهو التعبير عن الابعاد الانسانيه والروحيه والتاريخيه التي تميز بها هذه العلاقات، فإن المكانة التي يحصل عليها المغرب في الدبلوماسية السنغالية وفي علاقاته الدولية تفسرها طبيعة الرابطة التي لا تتزعزع. والتي تربط شعوبنا والتي يديمها الوعي المشترك بين من هم في السلطه بارث ثمين يشعر كل جيل بواجب الحفاظ عليه. اذا لقد اصبحت استدامه محور ذاك الرباط هيكلا للتوازنات الاقلاميه والسلام والاستقرار فيما يتعلق بتقارب وجهات النظر الدبلوماسيه والوعي الكامل بتحديات الدبلوماسيه البناءة التي دائما يتقاسمها بلدانا وأعود مجددا لمواصلة الحوار مع ضيفينا الكريمين وأتوجه إلى مراكش أستاذ عبد الواحد دولاد مولود أذكر أنتم باحث في العلاقات الدولية متخصص في الشأن الإفريقي. برأيكم أستاذ ما الذي يجعل من محور دكار الرباط وفق الرؤية الملكية الاستراتيجية للشراكة المغربية السنغالية محورا قويا ومهيكلا للتوازنات الإقليمية والقارية وفاعلا في ترسيخ السلام والاستقرار وماذا تفتح هذه الديناميه الجديده كافاق امام البلدين استاذ طبيعه الحال حينما نتحدث عن محور الرباط دكار فهو احد المحاور البارزه الجيوستراتيجيه على مستوى القاريه في في القاره الافريقيه واليوم السنغال يعني بديمقراطيته والان آه السنغال هو الان يعني يعيش يعني مرحله انتقاليه على المستوى على مختلف المستويات في المقابل ان المغرب على مستوى يعني الاطلسي قد يتم تحقيق نوع من التكامل بين المغرب والسنغال وبالتالي يعني المغرب من الجهه الشماليه نحو المتوسط والسنغال من الجهه الجنوبيه للعمق الافريقي وبالتالي نتحدث عن يعني الاتجاهين او جانبين جانب تحقيق تحقيق تعاون جنوب جنوب آه الرائد هو الرائدين هو المغرب والسنغال من آه جهه وتحقيق يعني امكانيه تحقيق تعاون شمال جنوب وبالتالي اليوم آه نحن امام مبادرات جيوستراتيجية ونتحدث اليوم عن مبادرات الاطلسي ويمكن القول ان انا الاول لدوله مثل السنغال ان تنضم لمثل هذه المبادره كي يتم يعني تحقيق التعاون او الاهداف المتلى للنهوض بافريقيا لان اليوم افريقيا او القاره الافريقيه هي تعيش مرحله انتقاليه وبالتالي المغرب هو رائد اساسي للقاره الافريقيه وبالتالي يلزم يعني البحث عن دول اخرى وبالتالي السنغال تعد من بين الدول التي يمكن الاعتماد عليها في يعني الوقوف عند المشترك الافريقي بين المغرب والسنغال من جهه وبين المغرب والسنغال وباقي الدول الافريقيه الاخرى من جهه ثانيه وبالتالي نحن اليوم امام يعني مرحله او امام تحولات على مستوى العلاقات الدوليه وبالتالي اذا كانت افريقيا بالنسبه للقوى الدوليه بمثابه يعني المصدره للتهديدات الامنيه وما الى ذلك ومصدره للازمات، لكن اليوم الان افريقيا بنخبها خاصه على المستوى المغربي والسنغالي يمكن تحقيق يعني نوع من التنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي لمحاربه هذه التهديدات التي يعني ترخي بثقلها على مستوى الساحل والصحراء وغرب افريقيا من جهه، من جهه اخرى الاستثمار في المكون الافريقي يعني احد المرتكزات الاساسيه للنهوض بافريقيا ويعني تغيير المنظور لدى القوى الدولية من ذلك المنظور الذي يرتكز من خلاله على أن إفريقيا قارة الأزمات إلى أن يعني إفريقيا هي يعني قارة ذات موارد بشرية وطبيعية يمكن أن التعويل عليها لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري والدولي ونعود مجددا مشاهدينا صوب العاصمه دكار حيث كان لنا اتصال مع السيد عبد اللطيف ايدارا مدير المركز الافريقي للذكاء الاستراتيجي متحدثا عن عراقه العلاقات المغربيه السنغاليه ودور جلاله الملك حفظه الله في ارساء شراكه مستدامه بين الرباط ودكار شكرا على هذا السؤال السنغال والمغرب بلدان صديقان صداقه مترسخه في التقاليد والتاريخ وقيم الاخوه والتضامن وهذه الصداقه يجسدها قائدا البلدين لأجل كل ذلك لأجل كل ذلك كان منطقيا توجيه الدعوة لجلالة الملك رغم أن المغرب لا ينتمي لفضاء السيدياو لكنه بالمقابل بلد ذو أهمية استثنائية بالنسبة للسنغال تماما كما هي السنغال بلد استثنائي بالنسبة للمغرب في محيطه الإفريقي <applause> l'exception marocaine au Sénégal. Donc... Euh لذلك فهذه الدعوة ترسيخ لهذا الوضع وتاكيد على دعم السنغال لدخول المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيديو ودعم للمغرب ايضا في كل مبادراته الافريقية ولوحدته الترابية كما فعلت بلادنا من قبل عندما عينت قنصلا لها في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية كما أننا لا ننسى أيضا مبادرة جلالة الملك محمد السادس عندما وجه جلالته سنة 2016 خطاب المسيرة الخضراء من داكار لأول مرة في التاريخ وهي الخطوة التي أثرت كثيرا في كل السنغاليين كما ذكر مدير المركز الافريقي للذكاء الاستراتيجي بمختلف المبادرات التي اطلقها جلاله الملك والتي ساهمت في جعل الشركه المغربيه السنغاليه نموذجا اقليميا وقاريا للتعاون البناء والذي يتوجه للمستقبل بكثير من الطموح والوضوح. يجب ان نعرف ان المغرب والسنغال يشتركان في ارث تاريخي وثقافي غني ومتنوع. انها علاقات استثنائيه لا يمكن مقارنتها بعلاقاتنا مع باقي البلدان الافريقيه الاخرى. <applause> علاقات تستمد قوتها كذلك من اهميه المبادلات الاقتصاديه والتجاريه والتنسيق السياسي، ثم كذلك لسهوله التنقل بين البلدين. ووجود جاليات كبيرة من السنغاليين بالمغرب وأيضا من المغاربة في السنغال وهو ما يرسخ التبادل الثقافي والإنساني بين الشعبين خصوصا وأن الكثير من السنغاليين ارتباطهم متين بالزاوية التجانية بفاس ويزورون معالمها باستمرار في إطار السياحة الروحية والثقافية الروابط التي تجمع المغرب والسنغال قوية جدا وتاريخية وهي ممتدة في الزمان والمكان وأعود مجددا إلى ضيفي في البلاتو الدكتور بلعمشي على ضوء المبادرات التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله خاصة المبادرة الأطلسية لتعزيز وروج دول الساحل المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا وغيرها برأيكم كيف تتصورون مستقبل العلاقات بين الرباط ودكار لمواجهة كافة التحديات المشتركة في ظل استدامة واستمرارية والتجدر التاريخي والإنساني في الروابط بين البلدين الشقيقين دكتور بلعمشي عمشي. نستطيع القول بأن العلاقات الثنائية المغربية السنغالية هي مثالية واليوم بهذه الرمزية التي استدعى جلالة الملك لحضور تنصيب الرئيس الجديد هناك من وجهة نظر دبلوماسية وهي الدولة خارج الجوار السنغال وخارج مجموعة غرب إفريقيا. هذا فيه معنى واضح على ان الرئيس الجديد هو يضمن استمراريه هذه العلاقات ومثاليتها وهو ايضا يتطلع الى الاصطفاف الى جانب الدول الافريقيه التي تسعى الى الديمقراطيه التي تسعى الى تغليب منطق التنميه على المنطق السياسي الصرف وهو جواب ايضا على القوى المجاوره التي تحاول ان تتعامل مع الدول الافريقيه بمنطق الهيمنه واعتبار الرئيس لهذه الرمزيه هو جواب على ان السنغال في توجهها المستقبلي للسياسه الخارجيه هي ترفض الهيمنه وترفض الاملاءات من اي جهه كانت على اعتبار ان المغرب كان واضحا منذ البدايه منذ انضمامه للاتحاد الافريقي وقبل ذلك على ان مبادرته هي مبادره لا يمكن الا ان تنخرط فيها للفائده المشتركه التي تضمنها بمعنى ان السنغال تصطف الى التوجه الذي يتصوره جلالة الملك لمستقبل القارة والذي يعزز من منطق السعي نحو تعزيز الموقع التفاوضي وفي تعامل خاص مع السنغال وفق مبدأ الاعتماد المتبادل الذي ثبت تاريخيا أنه منتج وأنه يدفع من أجل تطوير وتنمية هذه العلاقات المثالية أصلا إذا نحن أمام رسالة من الرئيس الجديد لجلاله الملك على ان التقدير والاحترام الذي يحظى به جلالته والذي تحظى به سياسته هي لا يمكن للسنغال الا ان تنخرط فيها ضمانا لفائده الشعبين الشقيقين ولفائده ايضا مستقبل القاره ولفائده كذلك نجاح المبادرات الاستراتيجيه البناءه التي يدفع بها جلاله الملك نحو الاشقاء والفرقاء في القاره الافريقيه، اذا لابد ان نترقب علاقات اكثر تنمية أكثر تطورا أكثر مثالية في المستقبل المستقبل من خلال الرئاسة الجديدة للسنغال ومن خلال أيضا هذه الرمزيات التي يتحدث عنها حتى الخبراء السنغاليون وبمعنى أننا أمام توافق لقيادتي البلدين وامام توافق ايضا للشعبين وللنخب المغربيه والسنغاليه ولا بد من تعزيز هذه الادوار من اجل مستقبل رفاه ومستقبل زاهر للبلدين الشقيقين ولتوحيد الرؤى ايضا في مواجهه الاشكالات التي تنخرط فيها كل من السنغال والمغرب في مواجهتها من مخاطر امنيه من محاربه الارهاب من التعاطي مع القضايا الاستراتيجيه بشكل يعني استباق ايضا وبشكل يضمن يعني تجاوز كل هذه الاشكالات والتركيز اساسا على المصلحه الوطنيه للبلدين الشقيقين الدكتور عبد الفتاح بلعمشي رئيس المركز المغربي للدبلوماسيه الموازيه وحوار الحضارات شكرا لك على هذه التوضيحات والشكر موصول ايضا الى السيد عبد الواحد اولاد مولود الباحث في العلاقات الدوليه المتخصص في الشان الافريقي شكرا لكما ضيفي الكريمين على اثراء هذا النقاش شكرا الوجهة الآن الأراضي الفلسطينية في إطار العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في غزة والقدس خلال شهر رمضان المبارك حفل إفطار لفائدة مئات الأشخاص من الأطفال المستفيدين من المخيمات التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالمغرب برفقة عائلتهم مناسبة لتجديد الوصل بين المملكة المغربية والمقدسيين من القدس عماد سمير إياد الطويل ومصطفى غروس المئات من الساكنة تجمعوا في اجواء روحانية حول موائد الافطار، حوالي 500 شخص من عائلات مقدسية ومن قطاع غزة أقيمت لهم موائد إفطار في إطار العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لأشقائنا في القدس وغزة. نتقدم بخالص الشكر والإمتنان لجلالة الملك محمد السادس اللي مقدم دور كبير لمدينة القدس وأهل القدس وأطفال القدس نتشكر وكالة بيت مال القدس الشريف المغرب على الدعم اللي بتقدمه للمدينة للمواطنين لأطفال القدس بشكل خاص كل الشكر والاحترام والتقدير للملك محمد السادس اللي جمعنا اليوم على مائدة إفطار القدس عهدة أجيالها كان إفطار رائع جدا الحمد لله لتمينا اه اه رجعنا شفنا الأصدقاء والأصحاب اه البنتي مع صحباتها أنا مع الأهل المملكة المغربية تواصل ترسيخ الصلات بين أبناء الشعبين الفلسطيني والمغربي، في مدينة القدس على وجه الخصوص. الأطفال الذين شاركوا في مخيمات صيفية بالمغرب استعادوا ذكريات جميلة من زياراتهم السابقة للمغرب. كنا نرجع نلتقي مع الناس اللي معنا بالمخيم وهيا هلا التقينا ومبسوطين ويعني انبسطنا كثير والاكل زاكي وبنشكر وك وكاله بيت مال القدس على هذا الاشي اليوم اجتمعنا على الافطار على الافطار وكان الافطار كثير كثير شهي وانبسطنا الحمد لله انه اليوم بحب فضل جلاله الملك محمد السادس جمعنا بهذا الافطار اللي بجنن وعن انه كثير انبسطت اني رجعت شفت كل اصدقائي اللي شفتهم من قبل وكنت عشت معهم طبعا اكم يوم يعني كثير اول إشي بشكر المغرب اللي جمعتنا على هذا الافطار جدا جميل اللي استرجعنا فيه ذكرياتنا الحلوه في المغرب والايام الجميله والذكريات المغرب الجميل وبحب اشكر جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على هاي الفرص اللي بقدمها لاجيالنا رمزية هذا الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية هي لتعزيز وتمتين العلاقة التي نشأت بين الأطفال المقدسيين والمملكة المغربية، وترسيخ حضور المغرب في القدس وفي أذهان الأطفال. تستمر عمليه الدعم الانساني بتوجيهات من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله تحط رحالها اليوم في بيت حنينه هذا الحي الذي في شمال القدس الشريف اجتمع اليوم في هذه المائده الرمضانيه اطفال وطفلات واهالي الذين شاركوا في مخيم المغرب تحت شعار اليوم القدس عهدة اجيالها هذا واجمع اهالي القدس على الاشاده بالمبادره الانسانيه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله والدور الذي تقوم به وكاله بيت مال القدس في دعم المقدسيين والحفاظ على هويه المدينه المقدسه أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية في مبلغ 20 درهما. وذكر المجلس في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية بأن الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس وهو أربعة أمداد بمد النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا من حبوب الزرع أو من الدقيق ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل الغدو إلى صلاة العيد على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك وضمن فقرة صحتنا في رمضان نتوقف عند الأسئلة المرتبطة بصحة الأسنان خلال شهر الصيام كما هو معلوم ان في شهر رمضان تيكون عندنا المستعجلات كثيرة بزاف بحكم انها المائده المغربيه في الفطور في السحور تتكون بزاف ديال المكونات منها مواد بارده مواد ساخنه منها مواد مليئه بالسكريات وحتى مواد حمضيه كالعصائر وهاد المكونات هادو ضروري ما تديو الى امراض التسوس ولا في حالات استعجاليه امراض الفم ما تكون مشقين اساسيا هما امراض اللثه وامراض التسوسات بالنسبه لامراض اللثه هي امراض اللي تكون بكتيريه وكذلك التسوسه من تتوصل لواحد المراحل المتقدمه في المرض تتولي امراض تتولي هي بكتيريه ومعلوم ان العصب ديال أو ولا اللثه هي واحد واحد النسيج اللي فيه بزاف ديال الاوعيه الدمويه والاوعيه الدمويه كلها مرتبطه بالدوره الدمويه الكبرى وبالرباط انعقد اجتماع تحضيري للمؤتمر الاقليمي 33 لمنظمه الاغذيه والزراعه لافريقيا الذي تستضيفه المملكه من 18 الى 20 ابريل الحالي تحت شعار نظم غذائيه وزراعيه مرنه وتحولات قرويه شامله. فالمتابع ايمان سلاوي و في سياق دولي يتسم بالتغيرات المناخيه التي باتت تلقي بظلالها على عدد من الدول ومجموعه من الرهانات المرتبطه بالتنميه الغذائيه لقاء يندرج ضمن الاستعدادات المتعلقه باحتضان المغرب للدوره الثالثه والثلاثين للمؤتمر الاقليمي من اجل افريقيا بالرباط ما بين الثامن عشر والعشرين من ابريل الجاري اليوم كان عندنا هذا اجتماع مع سفراء الدول الافريقيه المعتمدين في الرباط وحول موضوع ديال التحضيرات للمؤتمر الافريقي اللي كتنظموا منظمة الاغذيه والفلاحه التابعه للامم المتحده الايفاو واللي كيكون يعني كل سنه واللي كيضم كي 54 دوله الافريقيه. انها محطه مهمه جدا لمناقشه كافه التحديات التي يعيشها المجال الزراعي في افريقيا وهناك ايضا فرص من اجل استخراج عدد من التوصيات والخلاصات القيمه. فهذا المؤتمر الاقليمي اعلى هيئه اداريه لمنظمه الاغذيه والزراعه. المؤتمر سيحظى بمشاركه افريقيه وازنه لعدد من وزراء الفلاحه ومجموعه من الفاعلين في تحويل النظم الغذائيه وكذلك وزراء الماليه والتجاره والصناعه والصيد البحري والبيئه وعدد من ممثلي المجتمع المدني. لقد تم تزويدنا بكافه المعلومات اللازمه عن انعقاد المؤتمر الاقليمي شعار هذه الدوره نظم غذائيه مرنه وتحولات قرويه شامله وذلك من اجل المساهمه في تقديم تصورات اقليميه حول نظم زراعيه اكثر كفاءه مؤتمر سيشكل فرصه ومنصه استراتيجيه لتبادل افضل الممارسات الفاعله واستكشاف الشراكات ومناقشه الفرص والحلول المبتكره من اجل تطوير النظم الغذائيه في المجال الثقافي لأول مرة في القارة الإفريقية يستضيف المغرب أضخم وأهم احتفال بموسيقى جاز في العالم وذلك بعد اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمدينة طنجة لتكون المستضيف العالمي لليوم العالمي لموسيقى جاز ابتداء من 27 أبريل، اختيار يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها المملكة في مجال الثقافة والفنون. أنيس مهدي سعيد ناجح وجهاد ديبري. اختيار طنجه لتكون اول مدينه افريقيه تحتضن احتفاليات اليوم العالمي لموسيقى الجاز يؤكد مره اخرى على دورها كمركز ثقافي مهم يجسد التنوع والتاريخ الغني لموسيقى الجاز. اختيار ياتي لما لهذه المدينه من عمق تاريخي فني بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من اوروبا. قيمه مضافه كبيره للمدينه لان اليوم المدينه اصبحت بمواصفة عالميه وكتوفر على بنيه تحتيه جد مهمه يعني مدينه مؤهله لتحتضن مثل هذه التظاهرات الثقافيه الكبرى ومدينه طنجه كما يعلم الجميع مدينه التاريخ والحضاره يعني مرت من عدد من الثقافات والحضارات عندها ارث حضاري كبير <applause> طنجة كانت دائما مدينة أتجاز رغم أنها أيقونة للصورة والآداب والرسم استضافة مدينة طنجة إحتفالا بموسيقى جاز من هذا الحجم فرصة رائعة بالنسبة للمغرب والجهة وجيد جدا أن يقع الاختيار على طنجة بوابة إفريقيا <applause> اختيار المغرب ممثلاً في مدينة طنجة لهذا الحدث الفني الضخم يأتي نظير جهوده في مجالي الثقافة والفن اختيار مدينة طنجة ليس اختيارا اعتباطيا وإنما لما هذه المدينة من قيمة تاريخية وأيضا فنية سيمتد على أربعة أيام من سبعة 27 أبريل إلى غاية 30 أبريل من 30 هو اليوم الذي سيحتضن الحفل الكبير الذي سيتم بثه على القنوات وستتابعه أكثر من 190 دولة سيشارك في هذه الفعاليه شخصيه اسطوريه في موسيقى الجاز والبلوز وسيتضمن الاحتفال عروضا لمجموعه من الفنانين العالميين وعرضا خاصا يبرز اهميه موسيقى قناوه المغربيه وارتباطها بموسيقى الجاز. هذا شرف كبير لبلادي يعني نشارك مع الجاز مع البلوز اوروبا وافريقيا. ولكن في داخل الوطن ديالي عمري ما شاركت. سيتم إحياء الحفل العالمي لكل النجوم بقصر الفنون والثقافة الجديد وستتضمن الفعالية أيضا نقاشات حول تاريخ موسيقى الجاز وتأثيرها في مدينة البوغاز، الشيء الذي سيسهم في إثراء المشهد الثقافي في المدينة. ونختم بالميدان الرياضي لليوم الثاني تتواصل الدورة 38 لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المدرب بمراكش، التنافس على اشوده بين أبرز الأسماء العالمية في أجواء من الإثارة والتشويق. أبرز نتائج، المنافسات اليوم بمعية محمد بن زركة. تزينت ملاعب النادي الملكي بمدينة مراكش الحمراء بالنسخة الثامنة والثلاثين لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس والتي تشهد مشاركة أبرز الأسماء وألمع اللاعبين في عالم الكرة الصفراء وتندرج ضمن مسابقة أطيب العالمية ذات 250 نقطة اللاعب السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا حسم مواجهته أمام اللاعب الإسباني أربيرت راموس فينولاس بفوز مستحق بواقع مجموعتين نظيفتين ستة واحد في المجموعه الاولى ثم ستة اربعه بالمجموعه الثانيه اللاعب السويسري ستانيسلاس فافرينكا من بين ابرز الاسماء المرشحه للظفر بلقب الدوره الثامنه والثلاثين لجائزه الحسن الثاني الكبرى الدوليه للتنس كما تمكن اللاعب الايطالي فلافيو كوبولي من الفوز على اللاعب الاردني عبد الله شلبايا بمجموعتين للاشيء تفاصيلهما 6 1 و 6 4 لاعب ايطالي اخر ضمن تاهله الى الدور المقبل ماتيو بيرتيني الذي فاز على اللاعب الروسي الكسندر تشيفتشينكو بواقع مجموعتين دون رد 6 2 بالمجموعه الاولى ثم 6 1 ليتواصل التشويق والاثاره والندية والتنافسيه على ملاعب النادي الملكي بالمدينه الحمراء مراكش ختم المشاهدين تذكير بابرز محطات الخبر للنشر الرئيسيه لهذا المساء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله قائد الدوله الوحيده من خارج المنطقه الذي تمت دعوته لحضور حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد والذي مثله فيه رئيس الحكومه حضور المغرب في هذا الحفل يعكس عمق اواصر الاخوه والتضامن والشراكه الاستثنائيه المتعدده الابعاد بين البلدين في اطار العملية الانسانية الكبرى التي امر بها جلالة الملك في غزه والقدس خلال شهر رمضان المبارك حفل افطار لفائده مئات الاشخاص من الاطفال المستفيدين من المخيمات التي تنظمها وكاله بيت مال القدس الشريف بالمغرب برفقه عائلتهم مناسبه لتجديد الوصل بين المملكه المغربيه والمقدسيين لأول مرة في القارة الإفريقية المغرب يستضيف أضخم وأهم احتفال بموسيقى الجاز في العالم بعد اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمدينة طنجة لتكون المستضيف العالمي لليوم العالمي لموسيقى الجاز ابتداء من 27 أبريل بملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش اللاعبان السويسري ستانيسلاس فافرينكا والاسباني كارباليس بينا روبرتو يتاهلان الى دور طمن الدورة الثامنة وثلاثين لجائزه الحسن الثاني الكبرى لكره المدرب نهاية النشرة شكرا بقاءكم معنا أطيب الأوقات على الأولى